لا تغيير في واقع الخدمات والبنى التحتية في العراق، حيث يعيش السكان معاناة يومية لا تنتهي. هنا في حي الضباط في الرمادي، لا تزال المنطقة محرومة من شبكة الصرف الصحي وتبليط الطرق رغم دخولها بالمخطط العمراني، الأمر الذي منعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي مع مياه الأمطار والسيول الأخيرة. يعني احنا كل مطره شوف هاي الوضعيه قدامك، يعني لا مجاري لا شيء. سوونا الحديقه، كانت الحديقه يعني مخزن مال مي، من تمطر الدنيا يجي بيها المي، بس سوينا شوفت عيونه كلها طين وما طين، ما نقدر نطلع لا جهه تروح المدارس لا شيء. والله السبب شارع مو مبلط وقديم، والبلديه الله يسلمها ذبت لنا طينات ولاصت الوضع، هذا السبب. اي والله فاضت، لان مجال احنا مجالنا ما بيها اصلا مجال المنطقه، وهاي طين ذبوس بلديه على اساس يعالجون الوضع. هذه الحلول الترقيعيه يقول السكان انها مستمره في ظل عدم اكتراث مجالس المدن والمحافظه بامرهم ووضعهم على قائمه النسيان. كل شتويه هيك يعني احنا متاذين، يعني حال والله لا مجاري لا تبليط ومتاذين، يعني شوف انت الشارع بعينك، ونطالب السيد المحافظ بس يسوي لنا حل. وهذا الفيضان قدامك الوحيده المنطقه اللي ما تبلطت، وهاي شوارعها قدامك، المي قام يفوت علينا للبيوت وجم البلديه ذبولنا سبيس وصار الطين على حل. امام خيبه الامل التي تحاصر سكان الرمادي والعديد من المدن العراقيه، يظهر ان الاحزاب السياسيه لن تغير من سلوكها في ظل تهم الفساد وسوء الاداره التي تلاحقها. حتى الانتخابات التي كانت تحرك بعضها لإطلاق وعود هنا أو هناك لم تعد وسيلة مهمة لها لكسب ود الشارع، مع تكريسها أكثر للمحاصصة الطائفية في العراق بعيدا عن أي نية لها للإصلاح.